لانطلاق اضرابا جماعيا تشارك فيه كل الفصائل ذاته انتقال الاطفال والمحاكمات الجائره التي نسمع بها بعد ان قرص الصليب الاحمر الدولي. من خلال التفتيش العاري والمذل بحق أسرانا التي بدأت مع بداية هذا العام. التي وصلت إلى أكثر من 3.5 مليون شاكل من الأحكام العالية بحق الأسرى الأطفال وبحق الأسيرات. الأسرى في يحتاجون إلى وقفة أكثر من أي وقت سابق. الأسرى يعني يتعرضون لحالة من الانسحاق، لحالة من شطب هويتهم النضالية وشطب حقوقهم. لهذا يعني على المجتمع الدولي، على كل مؤسسات حقوق الإنسان أن تتحرك لمنع هذه الاعتداءات المباشرة عليهم من قبل القوات، لمنع الاعتقال الإداري المتصاعد والتعسفي، لمنع اعتقال الأطفال، لمنع هذه المحاكمات الجائرة التي نسمعها كل يوم في المحاكم العسكرية، لمنع حرمان الأسرى من الزيارات أو منع العزل الانفرادي وغير ذلك من الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى. الحوار يجري منذ 24 ساعة بين قيادات الأسرى ومصلحة السجون، ويبدو أن هناك ملامح لاتفاق حول التهدئة وحول وضع حد للقوات القمعية وخاصة قوات متسادة من اقتحام الغرب وإعادة الأسرى المعزولين ورفع العقوبات التي فرضت على الأسرى خلال فترة الأحداث. ونأمل أن تتبلور، يعني الحوار ما زال مستمرا، نأمل أن تتبلور وأن تلتزم مصلحة السجون بذلك.